السلام عليكم. بعد ما عرفناكم بمحطات تاع تحلية المياه البحر، اليوم سوف نعرفكم بوحدة من المحطات تاع التحلية تاع المياه الجوفية اللي تقع في الجنوب الجزائري، وبالضبط في ولاية بسكرة بالقرب من مدينة الجامعة بولاية بسكرة أيضا. وهذه المحطة اللي تستغل بالمبدأ نتاع لوسموس انفرس باستعمال تقنية هي اللي تستعمل في المحطة تحت تحلية المياه البحر، اذا تستعمل في تحلية نتاع المياه الجوفية تاع الصحراء لنزع الاملاح المعدنية اللي تضر بالزراعة واللي تفوق يعني المستوى المقبول في المياه باش تكون مياه صالحة للشرب. إذن بما يسمى في البلا ديميناليزاسيون، دونك سي اون ستاسيون دو ديميناليزاسيون، واللي هي من انشاء شركه امنهيت تابعه للخواص مختصه في الاشغال الهيدروليكيه وفي معالجه المياه السدود وتنقيه المياه السدود ولو ديزونفازمون، سكون ابل لو ديزونفازمون تاع السدود. اذا هذه هي، نخليكم تتابعوا المشروع هذا بدون ما نطول عليكم، والسلام عليكم.